تعريف الدرج: الدرج عنصر من البناء ذو مستويات أفقية متتالية ومختلفة المنازل، يسمح بالانتقال من طابق إلى آخر. الدرج عبارة عن مجموعة متتالية من المستويات المختلفة بمناسيب مختلفة، يسمح بالانتقال من طابق إلى آخر. أنواع المدارج: هناك أنواع مختلفة من المدارج، تختلف من حيث الشكل الهندسي ومن حيث المواد المستعملة: خشب، فولاذ، خرسانة مسلحة إلى آخره. لكن هذه المدارج تتفق في هدف واحد، وهو السماح للشخص أو الأشخاص بالانتقال من طابق إلى طابق آخر بكل أريحية، بمعنى أقل مجهود بدني ممكن. المدارج المستقيمة هي نوع من أنواع المدارج، هي عبارة عن مستويات أفقية متتالية ومختلفة المناسيب، تسمح بالانتقال من طابق إلى آخر بحيث يكون فيه خط السير مستقيم. لاحظ معي أن هذا الدرج عبارة عن درج مستقيم، بحيث أن خط السير عبارة عن خط مستقيم، لكن هذا الدرج خط السير فيه غير مستقيم على شكل حلزوني. من بين العناصر الأساسية المكونة للدرج يمكن أن نذكر: طول الدرجة، النائمة، هذه المساحة الأفقية للدرجة، القائمة هي المساحة العمودية للدرجة، الفاصل هو بلاطة أفقية. على حسب تواجد الفاصل في الدرج نميز: فاصل انطلاق يكون في بداية الدرج، فاصل ارتياح يكون في أو يتوسط الدرج، وفاصل الوصول يكون في نهاية الدرج. الحصيرة هي بلاطة مائلة تحمل المدرج، إذن هي هذه البلاطة المائلة. القلبة هي مجموع الدرجات المحصورة ما بين فاصلين، بالتوضيح أكثر، لدينا النائمة والقائمة. هذه المسافة تمثل جي،
بينما هذا الارتفاع هو الشسارع. بالنسبة لأنواع المدارج المستقيمة، هناك أنواع كثيرة، نذكر منها درج ذو قلبة واحدة، درج ذو قلبتين متوازيتين، هذا الدرج الأكثر شيوعاً، ذو قلبتين متعامدتين. درج ذو ثلاثة قلبات، الأولى الثانية والثالثة. إذن القلبة الواحدة، هنا القلبة الأولى، القلبة الثانية، نفس الشيء هنا، الأولى، الثانية. هنا الصعود يتم وفق هذا الخط، خط السير. بالنسبة للشكل الثالث، الأولى، الثانية والثالثة، خط السير نحو الأعلى. تصميم المدارج المستقيمة، أولا تحديد عدد الدرجات N. عدد الدرجات يعطى بالعلاقة التالية: H كبير على H صغير، حيث H كبير يمثل هذا الارتفاع، و H صغير هو هذا الارتفاع، ارتفاع أو طول القائمة. ثانيا تحديد عرض الدرجة من قوسين هائمة، تحديد هذا الطول. نستعمل علاقة بلوندال والتي تنص على ما يلي: 2H زائد G تساوي 64 سنتيمتر، حيث H صغير هو هذا الارتفاع و G هو هذا الطول. إذن من هذه العلاقة نستخرج ما يلي: G ستكون مساوية ل 64 ناقص 2H. H عيناها سابقا بالتعويض في هذه العلاقة، سنجد قيمة G. ملاحظة بسيطة، في بعض المراجع نجد 65 أو 63 سنتيمتر. هذه القيمة تمثل طول الخطوة بالنسبة لإنسان متوسط الطول. مثال ليكن المدرج ذو المعطيات التالية: ارتفاع H يساوي 3.6 متر، ارتفاع القائمة هو 17 سنتيمتر، المطلوب حساب عدد الدرجات وعرض كل درجة أي G.
لحساب عدد الدرجات نستعمل العلاقة التالية: بالتعويض نجد ما يلي: لدينا غرانتاش 306 سنتيمتر، الصغيرة هي 17، بالحساب نجد 18. إذن هناك 18 درجة. لحساب عرض كل درجة نستخدم العلاقة التالية، هذا يستلزم ما يلي: ج تساوي 64 ناقص 2 اش، اش تساوي 17، بالتعويض نجد ما يلي: ج تساوي 30 سنتيمتر. تمرين مأخوذ من موضوع شهادة البكالوريا. إذا يمثل الشكل الموافق جزءا من مدرج مستقيم. المطلوب: سمي العناصر المرقمة من 1 إلى 4. من 1 إلى 4. إذن 1 يمثل القائمة، 2 يمثل النائمة، 3 الفاصل، 4 الحصيرة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحصة القادمة.